السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناة ومدان، أهلا بحضراتكم. النهاردة هنتكلم عن مشكلة بتواجه الجميع. المشكلة دي هي سرعة انتهاء بطارية جهاز الأفوميتر. زي ما حضراتكم شايفين البطارية يتم إفراغها بسرعة لأنها تعتبر بطارية جافة وغير قابلة للشحن، وسعر البطارية طبعا سعرها زاد حاليا، والبطارية اللي هي تعتبر مش أصلية ممكن تفضل معنا شهر أو شهر ونصف وتفرغ مباشرة. النهاردة عايزين نصمم فكرة بسيطة جدا بحيث نضمن ان البطارية تستمر معانا وقت طويل والبطارية يتم شحنها بطريقة آمنة وما فيش اي مشكلة. دي بطاريتين موبايل زي ما حضراتكم شايفين، وصلتهم عن طريق التوالي، يعني الموجب في السالب والسالب في الموجب، بحيث نحصل على فولت يتراوح من 7 إلى 8 فولت. طريقة توصيل بطارية الموبايل، دي البطارية الأولى ودي البطارية الثانية، يعتبر الطرف في الناحية دي يعتبر الطرف الموجب، أما الطرف ده هو الطرف السالب. هنخرج الطرف ده يعتبر طرف سالب، أما الطرف الموجب هننتقل معانا إلى الطرف السالب الخاص بالبطارية التانية، والطرف الموجب هيخرج معانا عبارة عن طرف الموجب. يبقى يعني كده البطارية 3.7 و3.7 هيساوي 7.5 فولت حتى 8.4 في حالة الفورت شارج. دي طريقة التوصيل على التوالي. يبقى كده عندما نوصل بطاريتين عن طريق التوالي هنحصل على مضاعفة الفولت. طبعا احنا لو حبينا نشوف الجهاز حاليا يعتبر شغال، لو حبينا نعرف قيمة البطارية حاليا، طبعا الجهاز دلوقتي حاليا شغال وزي ما شفنا مع حضراتكم رمز البطارية، فاحنا عايزين نعرف ايه اقل فولت يفضل الجهاز شغال عليه بدون اي مشاكل وبدون اي خطأ في القراءة. يبقى أول حاجة نفتح الجهاز، نشوف البطارية 9 فولت، هنخلعها. نشوف الفولت الموجود فيها كم. الفولت حاليا 6.6 فولت، يعني يعتبر والجهاز شغال ما فيش اي مشكله. في حاله انخفاض الفولت عن 6 فولت هيبقى في خطا في القياس، وده هيسبب معانا مشاكل شديده جدا في القياس. فاحنا عايزين نصمم اي بطاريه يكون الفولت الخاص بها اعلى من يعتبر من 7 فولت بحيث يبقى الفولت مناسب جدا لتشغيل جهاز الافوميتر. انا استخدمت بطاريتين موبايل زي ما حضراتكم شايفين. اي بطاريتين موبايل موجودين معاك هتستخدمهم بدون اي مشكلة. هيتم توصيل البطاريتين عن طريق التوالي، يعني الموجب في السالب والسالب في الموجب، بحيث نحصل على مضاعفة الفولت. في حالة برضو القياس حبينا نشوف البطاريتين دول برضو للتنويه اللي هم فترة طويلة لم يتم شحنهم. البطارية حاليا 7.64 فولت، يعني هيشغلوا جهاز الافوميتر بدون اي مشكلة. طبعا انا اتكلمت في فيديو سابق، هسيب رابط الفيديو اعلى الشاشة حاليا، ان احنا ازاي نشحن بطاريات متصلة عن طريق التوالي مع بعضها البعض. ياريت اللي عايز يعرف طريقة الشحن يشاهد الفيديو اللي هسيب رابط الفيديو اعلى الشاشة حاليا، او بمعنى اخر بطريقة سريعة بيتم الشحن باستخدام باور سبلاي يتراوح الفولت الخاص به من 8 حتى 8.5 فولت، او اي شاحن او اي ادابتر 8 فولت او 8.5 فولت حد اقصى، ويتم وضع مقاومة لتحديد
قيمة تيار الشحن. أكرر مرة تانية، لابد من وضع مقاومة لتحديد تيار الشحن. في الفيديو اللي أنا ذكرت لحضرتكم الطريقة اللي احنا هنحدد بها قيمة المقاومة لتحديد تيار الشحن بحيث تضمن شحن آمن 100% وفصل تلقائي عند الامتلاء. دلوقتي فاضل معنا نوصل البطارية في جهاز الأفوميتر. برضو معلومة على السريع، جهاز الأفوميتر ده كان فيه عطل انه مش بيقيس الفولت، وكان العيب من المقاومة المتغيرة. تم إصلاح المقاومة المتغيرة بوضع مقاومة قيمتها 10 كيلو أوم. ممكن برضو تضع مقاومة قيمتها 5 كيلو أوم ولكن متغيرة، بحيث تعمل معايرة لجهاز الأفوميتر باستخدام أي جهاز أفوميتر آخر. وبرضو هسيب رابط الفيديو وبرضو هسيب رابط فيديو خاص بمعايرة جهاز الأفوميتر على الشاشة حاليا. يبقى دلوقتي ده الطرف السالب، هنوصله الطرف السالب يعتبر اللي هو موجود في البوردة. الطرف الموجب والطرف الموجب. هيتم تثبيت البطاريات خلف الشاشة، ده مكان مناسب جدا، وده يعتبر الكابل الخاص بالبطارية 9 فولت، مش هنستخدمه. المكان الخاص ببطارية 9 فولت تم إزالته لأنه يعتبر مش هيسمح بوجود البطاريات، فاحنا عملنا له إزالة. بعد كده هنقفل من أعلى الأول. هنبتدي نشغل. زي ما واضح امام حضرتكم مفيش علامة البطارية، كده تضمن ان الجهاز هيشتغل معاك بدقة عالية وفترة اطول وبيتم الشحن بدون اي مشاكل. حبينا نعرف قيمة البطارية اللي كانت راكبة فيه، يعتبر زي ما واضح امام حضرتكم 6.63%. يبقى على كده هنقدر نستغنى عن بطارية اللي هي تعتبر 9 فولت غير قابلة للشحن باستخدام بطاريات الموبايل، انك تقدر تصمم بها بطارية بيتم الشحن. تقدر تستخدم بطارية الموبايل كبطارية قابلة للشحن وبيتم شحنها كل ما يتم افراغها. وبكده نكون انتهينا حلقة النهاردة عن كيفية توفير بديل لبطارية جهاز الأفوميتر بيستخدم بطارية جهاز المحمول. الرجاء من حضرتكم دعم القناة والاشتراك بها والإعجاب بالفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.